بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، شرع الله سبحانه وتعالى للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك، وإرغاما للشيطان، وجبرا للنقصان، ورضا للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو، والسهو هو النسيان. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم: وقائع من السهو في الصلاة سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: أولا، إذا زاد في الصلاة سهوا، ثانيا، إذا نقص منها سهوا، ثالثا، إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم الأدلة. فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة، كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا، إذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر ذلك النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو. أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم، لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له سجود السهو. وإن سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد للسهو، وإن لم يذكر قريبا بحيث يطول الفصل أو ينتقض وضوءه فإنه يستأنف الصلاة من جديد. وتبطل الصلاة التي وقع فيها السهو وطال الفصل بعد السلام منها لتعذر البناء، لأنها صلاة واحدة فتعذر بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. وأما الحالة الثانية، وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا بأن ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى
فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. وإن نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه. وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات التي ذكرناها. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن الأصل عدم ما شك فيه. ولحديث عبد الرحمن بن عوف: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلهما واحدة، ولم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلهما ثنتين، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية جعله في الثانية، أو شك المأموم هل أدرك الركعة أو لم يدركها لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق. وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولم يلتفت إليه ولا يسجد للسهو في هذه الحالة. وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل عدم الزيادة. أيها المستمع الكريم، هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة والتفصيل فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.